شي حيرت وبرمجة هنالك مغلب الشباب صاحبي جبناها زوا وجبناها ضحكة سعافك دلنا الحساب هادي كاميرا كاشي كانت مبرمجة هنالك مغلب الشباب يو دلنا كاميرا كاشي طيحنا ضيفنا متغاشي مشاهدينا الكرام صحة رمضانكم صحة فطوركم في عدد جديد كاميرا كاشي كشفتوني الضيفة بتاعنا اليوم هي ملكة جمال إفريقيا وحيدة قروش وكالعادة كمال راهو يحكي على أسامة إيه يا وحيدة اليوم ماشي عرض الأزياء مشاهدي الكرام أسعد الله مساءكم مرحبا بكم كل يوم على قناتكم المفضلة في حصتكم وراهولنا حصتنا وراهولنا تحكي على معظم الشباب اللي راهم يهاجروا في الهجرة غير الشرعية للتأكيد اليوم ستكون معي في التنشيط زميلتي ميساء ميساء تفضلي مساء الخير أسامة مساء الخير لكل المشاهدين إذن فعلا الهجرة الغير شرعية هذه الظاهرة التي تفشت كثيرا في مجتمعنا الجزائري شباب في عمر الزهور يهجرون الوطن نحو الضفة الأخرى بحثا عن ظروف معيشية أفضل لكن أغلبهم يلقى حتفه قبل الوصول شبابنا يتحدون بذلك أنفسهم البحر وفي الأخير الموت وللحديث أكثر حول هذه الظاهرة ظاهرة الحرقة كما تعرف في وسطنا سنتكلم عن هذه الظاهرة بحضور ضيوفنا لنهار اليوم ومعنا اليوم ملكة تراث الإفريقي 2019 وحيدة قروش أهلا بك مساء الخير عليكم كيف كيف إن شاء الله يا ربي شكرا لأنك قبلت دعوتنا معنا كذلك الفنان كمال إتوميين أهلا بك شرفنا بحضورك مساء الخير عليكم صحة المستودع يعيشك الشكر لك ومعنا أيضا الخالة سعدية الخالة سعدية جاءتنا من الغرب الجزائري تبحث عن ابنها ابنها الذي لم يظهر منذ أكثر من 4 أشهر وكل الأصداء تقول أنه ممكن أنه لقى حتفه في عرض البحر بعد أن هاجر رفقة مجموعة من الشباب إلى الضفة الأخرى أهلا بك الخالة سعدية شكرا جزيلا على هذا الدعم يعيشك وإن شاء الله يا ربي نحاول اليوم أنه نلقاو حل وإن شاء الله يكون زكريا عايش وإن شاء الله من خلال هذه الحصة يكون يسمعنا ويسمع نداءنا إن شاء الله يا ربي تفضل أستاذ كمال مرحبا بك اليوم معنا نورتنا الحصة أستاذ كمال حصتنا تحكي على معظم الشباب اللي راهم يهاجروا في الهجرة غير الشرعية أستاذ كفنان والرأي تاعك مسموع ماذا بك تعطينا نقطة مهمة على هذه الظاهرة اللي راهي بزاف هذا الموسم والله العظيم غير القلب تاعنا راهو محروق بزاف خاطرش الهجرة هذه غير شرعية بدات من حوالي 2019 سنة الناس بدات تهاجر الشباب معظم الشباب اللي هم انتاجك بداو يروحوا اللي ما شافوش ما لقاوش نيسبوار جيم دوموند الجزائر فيها خيرات فيها الاراضي فيها ان شاء الله تكون فيها الخير بس حرام يروحوا في البوطي هكذاك ويموتوا هكذاك ويغامروا بحياتهم في الشتاء في الصيف حتى تشوف هذاك البوطي حتى نسمعوا به ولا نشوفوا في اليوتيوب حرام هذا حرام هذه الظاهره راهي في تكاثر اكثر وحيدة قروش وش رايك في هذه الظاهره ظاهره الحرقه وفي رايك ما هي الاسباب اللي ممكن تدفع الشباب انهم يختاروا هذا الطريق بحث عن حياه افضل وعن معيشه افضل بون كيمال انا ما نحبش هذه الظاهره تاع واحد يخلي ويخلي بلاده ويسمح في بلاده ويسمح في العائله تاعه وفي الاقارب تاعه ويسمح في كلش ويروح يهاجر ويروح لبلد واحد اخرى جو سوي كونتر على هاد العفايس هادوما شوف سينيال شوف سينيال تاعك طوال وين قالك كوبي انا قلت لك كوبي ثاني انت اكسبتي السينيال تاعك قعدت في لاريجي تاعك تعرف السينيال على ما قلتلش انا كوبي عرفك ايش تقول ما قلتلش انا كوبي يا اسامه اخدم خدمتك واش دخلك في المخرج لا تقدري تقلعي اختي معليش قلعي باسكو راهي نخرج في الكاميرا واش نقلع هذاك التاج واش تبغى التاج شو قلع واش تقول واش تقلع التاج شان نقلع هذاك التاج تاج علاش سمعي رياليزاتي اش غادي يقول نحا خويا باسكو خرجنا كي تسقسي انا نقول لك قلعي باسكو راهي خرجنا في الكاميرا
بصح انت راك شايد الكاميرا، انت راك قاعد هنا مقابلني. لو كان شاف باللي تاجي انا قام السينيا الاولى ما بغيتش انا نحكي. لو كان شاف ويجيني، لو كان وقع لي من هنا حاب باش انت تدخل لي. قلت له راح شافها، قال لي حب قلا مي شاك ميس لازم تجيب البتاجي تاعها وبلو تريك تقلعه. عندها باساج فاتت في الكاميرا مع مكياج وفاء عريبي صايت تقلعه. ما نقلعوش، واش نقلعو؟ دخلك فيا ماشي خدمتك، هذه خدمتك تانيمي انيمي وخلاص. ماشي لا بروميير فوا جوست في ايميسيون، فهمت؟ منين جبتوا هذا البنادم هذا؟ جامي في حياتي ما جوست في ايميسيون هكا. ديجا في الدخله اسامه تقلع التاج، هذه ملكه جمال افريقيا. اختي حمبو قلعي خلينا نكمل لي حمبو صحي جان فا ما قالهاش بلي دونك خلاص واش يقولها قلعي حشم سمو هادو يدمروني انا، فهمتي؟ هذه هي خلبته، انا عطاني السينما باش نحبسها. معليش دوك على باله دوك نروح نهضر معاك. ايش وحيده هذه غير البدايه. ثم هذه تقول لي غير دوري اختي تيا هي صبري انا عندك بروبليم انا تصمي كوبي دروك صبري ثم انا كي نهضر لا لو قول صبري خلاص دوك هذا اللي خدمو قلعي ودخلي ريحي كيما راكي هذه باش تاك اقسم بالله كيما راكي ريحي كيما راكي نحاه ريحي كيما راكي وراك شامل فيها واه فوالا دو جوزو لي ميس بلي كوغان هذه حاجه قريب عام وانا دايره التاج لي زيميسيون كاع نجوز بالتاج جامي قالوا لي نحي بصح تحب النحي نحي واه قلعي راني نقول لك قلعي انا نقول لك قلعي كي ماشي انت اللي تقولي قلعي ماشي انت خلاص اختي حنبو قلعي خلينا نخدموا انا عندي صوالح راني باغي نروح ما انا ولا غير شوف لو كان ماشي فريده حر حاجه تعزيز عليا والله ما نجي اقسم بالله ما بغاش قلعه على بالهم بلي تي ميس اجيدي ولا باش ميس وشنو؟ شكون على بالهم الشعب يعرفك بلي انت عندك شخصيه الله يبارك. تما قلعي بلا هذيك انت ما ديريش لبسه. هذه بروفي تاعي فاتوا ديجا في ديجا. باقي لا بروميير فوا تانيمي هذه هي ليميسيون تاعك الاولى سي بور سا. نقول لك روحي حشمي يا عافاك. كيفاش؟ قولي روحي. عبالك وحيده غير قاعده عاقله. تما دروك انا ما نقدرش تاج ما نخدموش باش غادي نروحو غادي نروحو ولا ديسيدي ماشي تو ديسيدي معليش دوك خويا نكملو لي ميسيو ولا نقول لي اختي باش نكملو انا خليت خدمتي باش جيت معليش تقلعي ما تقلعيش ما نقلعش تسلي اي ما نقلعش تعفيني روحي والله غير تعفيني اي خلاص انا نروح ما ندير ما بغاتش معاكم خليها تروح خليها تروح لا لا خلاص والله غير سيبو لا 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 ماشي هو يقول لي روحي لا لا خليها تروح لينو بخر خليها تروح ما نجوش ليميسيون هادي ديجا انايا بالسيف قات هنايا ما نجوش هنا ليميسيون سبحان الله المخرج راهو جا وما على بالوش واش راهو صاير تي تعفيني غير روحي غير روحي هذا يقول لي روحي انا راح نلعب معاك مش حاسه تي قاعد في معايا خويا انا جيت يقي ولا غير لو كان ماشي انت وفريدة حرحار والسيد والراجل اللي نعرفه شحال وانا نعرفه والله من ريح ديجا هادي ايميسيو هادي المرأة جات تبكي على وليدها انت تجيت خي بنادم منين جبتو هذا منين؟ أنا قلت لي أنا جبتها منين جبتها؟ أنا قلت لي أنا جبتها أنا قلت لي أنا جبتها هو جابني اه لا فريدة حرحار جابتك وأنا فريدة حرحار ما نتفاهمش معاها وهي اللي جابتك أما أنا ما غاديش يفوت في الإيميسيون والله ما راهي فايتة وليكم باغي ديروا ديروا إيميسيون بلا بك والله ما تفوت الإيميسيون والله ما تفوت الإيميسيون قولي فريدة جابتها قاعدين على جال مغبونة اللي قاعدين عليها. ايه المرة خرجي على وليدها جات نشوفوا كشحل نديروا لوليدها هو جاي هنا. يخي بطاطا يا اخي. جاي انيمي ولا هو المعلم سي كراف جامي شتاك. خرجي خرجي. جامي. شكون هذا سبونسور تاع ليميسيون هذا شكون؟ كي والدتي يحشموا لك وكاع. قلت لك قلعي اختي التاج قلعي التاج. راكي خايفة بلا بنت يا والو هذيك حاجتك. قلعي التاج فوتو نورمال. عيطي فوتو ديك الريح. انا قلعت التاج. اخرى تشوف هذاك. اخرج نهضر معاك اخرج نهضر معاك ما تعرفليش مليح ما تعرفليش شكون انا ما تعرفليش مليح وحيده بلا انا قلت هارك واحد كيما انت ما يهضرش معايا هكاك نهضر معاك هذه المراه اخرج تشوف نهضر معاك اخرج 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 نهضر معاك مريض اخرج اخرج نهضر معاك ايه ضربات الدغلي عشي ضرب عطي حلو ما تعرفليش مليح خلاص نضربك بصح على ودرك اه وخريك واش تشم اه وخريك اش نضربها فهمت هذا خريك على ودرك نوري لك بسبب الواد واش بابي يا بابي يا بابي يا افوتوا لي فريده خويا خويا فريده ما لقيتش نروح اي لا لا والله ما تبقى ما تروحش لا 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 خامس كيما دايرين معايا
خليها تروح عقلي فريدة كيف تروح هذا؟ ما احترمش الاخر اسمه ملكة الجمال، ما يحترم حتى هو، ما احترمش كاع التراث الافريقي. والله راه حابه تروح ملكة الجمال كيما ماندي نيفار. الو وا بيسخسيك معليش بيسخسيك، حبيت نسيت هي تفيلي لي زافيت كيما تبغي. هذه المساله اللي جبتيها لي بس قاعده تضرب فيا وكاع. عيط لفريدة واش بيها؟ ضربتني قدام الناس قاعده تضرب فيا، ثم خطر جايه مقلت زيد انفيتي. راكي تسمعي خطر جايه ما تزيديش انفيتي فريدة، ها ولا خير دين هنا مع الاخر. خطر جايه ما تزيديش انفيتي وراي تسمع فيك. شوفي كيف غالي عليك ان شاء الله دير مسابقه وتربح ميس. اسامه راهو كشفك اليوم ودار لك كاميرا كاشي. نقول لهم صحاب طوركم والعقوبة العمل زي إن شاء الله كما كم تشوفوا. جامي درت في بالي يحكموني كاميرا كاشي مي داروها بيا. كونسبت مانيفيك، شغل حاجة جديدة وشغل ما حسيتش كامل بلي كاميرا كاشي، وما درتهاش كامل في بالي بلي حتى حني يحكموني في كاميرا كاشي. شوفي مادام زعفناك، سمحي لي مادام زعفناك غادي، مادام زعفناك مادام ضربتيني كي ضربتيني اسمح لي ولا اسمح لي شكي ضربتيني انتيا. شوف ما نحبش نضرب بالرجال، ما يكون واش يدوري واش يدوري ما نحبش، بصح نتايا شغل ما قادرتش المرا، شغل درت لي عفايس لعبوا لي على المورا. ديجا انا يا ديجا هنا ديت بلا بريسيون، جيت مقلقه التليفون غير يصوني لي، انا خليت خدمتي صح. مادام ضربتيني غادي تسهل لي كادو من عند ريتا، شكون هو اللي هي وفاء عربي تفضلي هاولا كادو كي ضربتيني. ناس بهرت، قلت لك الناس بهان كوراما. ميرسي حبيبتي، صحتك ديما يعطيكم الصحة. مدام طاحت معك فرصة، طاحت فرصة معنا حنا، وجهي ميساج نداء للنساء. واش النداء تاعي اللي نوصلوه هو نقول بون انا رحت مسابقة عالمية وشغل صح نحب بلادي، ومن الكترات اللي نحب بلادي رحت نبين بلادي في 5 قارات، نبين التراث تاع بلادي، نبين بلادي واش فيها. بس هو كان بزاف اللي كانوا داير في بالهم بلادنا ما فيها والو، ما فيها لا جمال لا تراث لا سياحه لا والو. سما رحت مثل كلش والحمد لله رفعت بلادي، رفعت العالم تاع بلادي. وشغل كي كنت تماك سو بوديوم هالي كي كنت تماك سوغ بوديوم في لا فينال، ما تقدروش تيماجينيو كيفاش كانت حكمتني الرعشه، سيرتو كي تنرفع كي داروا في الشاشه العلم تاع بلادي. نقولكم موتوا وتعذبوا وتميزروا في بلادكم، وما تروحوش لبلاد الناس وتهاجروا وتبكوا والديكم. هذه هي مشاهدينا الكرام، صحه سحوركم مقالين لكم غير سلام. وسامك شد الفنان ودال له الوسواس ولعب له على I'm not afraid.